ينضم إلينا من واشنطن الدكتور سمير التقي، مدير معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية. دكتور سمير، بعد التحية، في رأيك ما هي طلبات واشنطن التي أحبط بايدن بسبب عدم تنفيذها من قبل نتنياهو؟ أولا سيدي تحياتي لكم ولجمهوركم. أعتقد بأن الطلبات هي أصبحت كثيرة. هناك طلبات حول السلوك خلال المعارك، هناك طلبات حول المتعلقة بالجانب الإنساني بما فيها الإفراج عن المبالغ والمستحقة والتي هي من حق الشعب الفلسطيني والتي يحجم وزير المالية عن الإفراج عنها. وأيضا كما تفضلتم هناك قضية اليوم التالي، الخلاف رئيسي في هذا المجال. أعتقد بأننا نقترب من لحظة المهم فيها هو أن أكسيوس أعلنت عن شيء كان معروفا منذ أكثر من 20 يوما، والإعلان عنه هو يعني إفصاح عن وضع ليس فقط على مستوى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، بل وأيضا الوضع الداخل إسرائيل ذاتها. لدينا أولا عودة بلينكين إلى واشنطن صفر لدين، رغم أن الدول العربية قدمت وأبدت تعاونا حسيسا فيما يتعلق بالمساعدة في إنهاء القتال والموضوع الإنساني، لكن رفض نتنياهو كان ليس فقط محبطا وإنما فشلا لبايدن. الأهم من ذلك هو أن الوزارة بالذات الإسرائيلية الآن أصبحت من المستحيل أن تكتمل، ومن الواضح بأن وزير الدفاع قد انسحب مؤخرا من اجتماع لوزارة الحرب، وبالتالي حالة الشد داخل الحكومة الإسرائيلية شديدة جدا. اليوم لدينا في إسرائيل مظاهرة ستستمر 24 ساعة بعنوان كفى، وهي المتعلقة تريد أن تنقل لنتنياهو أن المطالبة بقضية الإفراج على المحتجزين، الأمر الذي يرفضه هو الآن، ويريد أن يفرض شروط تعجيزية على المقاتلين الفلسطينيين. لذلك في اعتقادي هذا الإعلان عن الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية يعكس أيضا أزمة عميقة في العلاقات بين البلدين، وأيضا داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل الحكومة الإسرائيلية في وضع يصبح فيه نتنياهو في أضعف لحظاته. دكتور سمير، هل تعتقد بأن واشنطن أو البيت الأبيض أراد تسريب تفاصيل المحادثات ما بين جو بايدن ونتنياهو، وأن جو بايدن غاضب من نتنياهو، أم هذه هي تقارير أتت باجتهادات صحفية ولا تريد واشنطن أو لا يريد البيت الأبيض للمجتمع الأمريكي أو حتى للمجتمع السياسي الداخلي الأمريكي أن يعلم هذه التفاصيل؟ سيدي، لا يمكن الحصول على المعلومات الدقيقة حول ما قاله بايدن بدون إفراج وإن كان غير مباشر عن هذه المعلومات، وهذا لا يتم بدون رغبة أمريكية. الخلاف بدأ منذ أكثر من 20 يوما، والإعلان عنه الآن هو له دلالة سياسية، ليس فقط بهدف فيما يتعلق بالوضع في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعمليا هو يخاطب بايدن، يخاطب الجمهور الأمريكي من وجهة نظر أن هناك كتلة رئيسية الآن تبلورت داخل الحزب الديمقراطي أصبحت تعارض الموقف الذي يتخذه بايدن، ولكن أيضا هي رسالة موجهة للمجتمع الإسرائيلي. الإسرائيليون الآن خاصة بعد هذه الحرب لا يستطيعون تصور مستقبل وجود إسرائيل بدون دور أمريكي وتفاهم كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نعم هذا ضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو. لماذا لا ينعكس هذا الضغط وهذه الخلافات على الدعم الأمريكي لإسرائيل فيما يتعلق بالتمويل أو بالإمداد من الأسلحة؟ وربما يعني هناك بعض التفاصيل التي لا نعلمها، ولكن في المعلن لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل ربما يصفه البعض أنه مطلق.
لا أعتقد أن الدعم مطلق حتى من الناحية العملية حتى في، ولكن في مرحلة معينة نعم كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى طمأنة الإسرائيليين، طمأنة الجيش الإسرائيلي من الدعم الأمريكي بهدف احتواء الوضع، ولكن في اعتقادي الآن بدأت تتسرب معلومات، بل وأيضا هناك تصريحات من وزارة الدفاع تتساءل حول القدرة على الاستمرار في تزويد الجيش الإسرائيلي بمتطلباته، ومن المعروف أن ليس بإمكان إسرائيل أن تستمر في هذه الحرب بدون تغطية تقنية يومية من القوات الأمريكية. الأمر متعلق بمنظومات المعلومات، متعلق بتبادل الاستخبارات، وأيضا متعلق بقضية الأسلحة الدقيقة والذكية. البدء في إطلاق هذه التصريحات هو أيضا جزء من ملامح هذه الأزمة وجزء من الضغط على الوضع الإسرائيلي في الداخل. كيف ترى واشنطن الخلافات الداخلية في إسرائيل والخلافات فيما يتعلق ليس فقط باستراتيجية العدوان ولكن في استراتيجية يعني السيطرة على اليوم أو ما يقال بأنه اليوم التالي للحرب والسيطرة على قطاع غزة ومن يحكم قطاع غزة بعد ذلك؟ هذه الخلافات ربما ظهرت كما أشرت الدكتور بالخلافات ما بين وزير الدفاع ونتنياهو وأيضا بعض المسؤولين الإسرائيليين في الداخل. سيدي، هناك جانب جديد في الموضوع وهو تطورات الأحداث في باب المندب وضد الحوثيين. في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها مجبرة على التدخل في هذا المجال دون أن تجد لها حلفاء بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية. استمرار العدوان الإسرائيلي في غزة بدون أي مغزى عسكري منذ كما تحدثنا منذ البداية يظهر عمليا أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت معزولة الآن من الناحية السياسية فيما يتعلق بموقفها من غزة أكثر مما كانت من الصعوبات التي واجهتها روسيا عند دخولها إلى أوكرانيا. إذن الولايات المتحدة الآن مضطرة للدخول في حالة اشتباك للدفاع عن خطوط الحية. ولكن دكتور سمير هناك من يقول بأن دخول الولايات المتحدة في باب المندب أو رؤية واشنطن لباب المندب هي غير مرتبطة بما يحدث في غزة وأن التطورات في البحر الأحمر ليست مرتبطة بشكل مباشر لما يحدث في غزة أو على الأقل للاستراتيجية العسكرية للعدوان على غزة. صحيح كلام، يعني كلامكم صحيح سيدي تمام دقيق وليس مرتبط، ولكن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على نسج تحالف إقليمي يدعم هذه الخطوات، يدعم منع عمليا، يدعم ويضمن تدفق سلاسل الإنتاج والتموين، كل ذلك يحبطه إلى حد بعيد فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تطويع موقف الحكومة الإسرائيلية وفي إيقاف تطور الأحداث أو سلسلة الأحداث الجارية في غزة. وبالتالي في اعتقادي عمليا الولايات المتحدة الأمريكية تفشل في بناء تحالفاتها الإقليمية حتى فيما يتعلق بموضوع آخر ليس له علاقة بغزة بسبب أنها غير قادرة على حل المعضلة الرئيسية في هذا الموضوع. الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل دول الإقليم واضح جدا ويطالبونها بالضغط بالمزيد من الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف وتخفيف مستوى الدعم الأمريكي بهدف إيقاف الإبادة الجماعية. وهذا الموقف اعتقادي يحرج ويضعف وضع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيا على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي. على المستوى الدولي هناك الولايات المتحدة تنظر إلى كيف يمكن أن يستفيد منافسوها من حالة الإرباك الشديد وعمليا العزلة التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم.
هل تعتقد دكتور سمير أن ما حدث في جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية أثر أيضا على هذه الخلافات؟ صحيح التقارير تفيد بأن يعني المحادثات الهاتفية لم تحدث منذ 20 يوم بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، ولكن هل تعتقد بأن ربما الخلافات تزداد حتى مع عدم وجود هذه الاتصالات بسبب القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية؟ بالضبط، الموضوع ينعكس أيضا في قضيتين، أن جزء من الإحشام عن الدفع المستحقات للشعب الفلسطيني وقضية المساعدات الإنسانية التي يعني يحاول فيها نتنياهو خنق الفلسطينيين، هي أيضا قضايا تجرم إسرائيل أكثر فأكثر بجريمة الإبادة الجماعية وجعل الحياة مستحيلة في غزة من جهة، ولكنها أيضا تلقي بظلالها على الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لإسرائيل. من المعروف بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بحث بشكل واضح قضية أنه في حال صدور قرار من محكمة العدل الدولية فإن العسكريين الإسرائيليين مضطرون للخضوع، وهذا أمر لم يوافق عليه نتنياهو. هذا يؤكد جوانب الخلاف المختلفة التي يحاول المستوى السياسي الإسرائيلي دفع الجيش في اتجاه عمليا التورط، لأن معروف بأن هناك عدد من القادة العسكريين لا يزالون مطاردين في مختلف أنحاء العالم بسبب قرارات لمحكمة العدل الدولية وتهم الإبادة جرائم الحرب. والآن المشكلة هي لم تعد فقط جرائم الحرب، أصبحت الإبادة الجماعية، وهي جريمة أكثر خطورة بكثير، لأنها تجرم ليس أشخاصا وإنما الدولة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي المؤسسة. وبالتالي نعم، هذه القضية لها وزنها في الحالة التي وصلت إليها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. إذن دكتور سمير، ما هي الخطوات التالية؟ إذن ماذا بعد هذه الخلافات ورؤية واشنطن للفترة القادمة؟ من الواضح بأن الضغوط الأمريكية أدت إلى تخامد في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وكما تفضل الزميل الذي سبقني، عمليا هذه الحرب كعمليات عسكرية حاسمة يعني عمليا تتخامد إلى مرحلة النهاية. إسرائيل هزمت في غزة، هذا كلام منتهي من الناحية الاستراتيجية. ولذلك في اعتقادي من الواضح بأن إسرائيل الآن ما تبحث عن مخارج لحفظ ما وجه نتنياهو وحسب، وبالتالي هذا أيضا له حسابه في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن إطالة زمن الحرب لم تعد قضية حتى مرتبطة بالمصالح القومية لإسرائيل. إذن من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور سمير التقي، مدير معهد الشرق الأوسط للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك.